قلت لك يا عباس. نعم فيش نيه يا حسين يا اخي، ما عليك يا اخي، الدنيا صباح عليك الله، ما تزهقين يا اخي. حسي مالك انت عرفتني دار اقول لك شنو؟ عارف حتقولي الخروف وما ادراك ما الخروف يا اخي، والخروف انا اشتريته وجايبه لك، انتهى الموضوع. هاي هاي خروف شنو؟ اوعى تجيب لي خروف في البيت ده يملى لي وساخه وزفاره. هم؟ داري شنو؟ ما داري خروف انا. انا عايزه حاجه كده مختلفه. مختلفه؟ شنو يعني؟ مثلا يعني بسبوسه يعني؟ بسبوسه شنو؟ عايزه لي حاجه كده حاجه مدهشه. حاجه كده غريبه يعني ستايل. ستايل؟ انت يا الضحيه دي تسريحه مخروف يا اخي. عرفتها الضحيه دي ناس امك هنا فراخ. اضحك 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 زي ما ده اضحك. ها عاجبك 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 يا معقول يا فراخ 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 يا معقول يا والله اعتذر حصل والله قالت داني فراخ قالت فراخ يا اخي دي مره مدهشة والله مره مدهشة والله يا اخي انا يا اخي مش ما زهقت منها وكرهتني يا اخي مرات دخلت لها من الصباح ما رجعت ايوه شفت انا لما جايك جيت ماشي عادي قلت بتلقاني لانه شفت بس بد القهوه شيء كذا تقول بس كرهتني البيت وكرهتني الحلم وكرهتني حتى يا اخي لكن عليك الله عليك الله هي جابت الفكره دي من وين يعني بس جابت الفكره دي من وين يعني انا بس داير اعرف عباس ده ماشي وين ما اعرفه يقول لي جيب الخروف اجيب لي الخروف في العربيه القهوه ما في ما قال لي جيب الخروف فلو قال لي جيب الخروف اوعى تنزل لي خروف في البيت ده ها ما تنزل لي خروف هنا يعني ما عندكم ضحية؟ لا في ضحية لكن ما هنا ناس أم عباس يعني وديها بيت ناس أمه؟ أي طيب ما يقول لي كده عباس ده قالت ستايل ستايل شنو ما عارف انا ذاته ستايل عادي كده؟ قالت ستايل هاي لكن انا يعني انا يعني الفراخ دي يعني الضحيه لا 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 دي كثيره كثيره يعني معلش ممكن كرامه لا والله كرامه ذاتها ما ممكن والله كرامه ذاتها ما ممكن يعني انا هسه سمعت لك بزول قال كرم بفراخ يلا لا يا الله والله بتضحك انا زايغ مني؟ كم شبين يا ربي كم شبين وزاغ مني ربي كم مش انا سمو عارفني بلحقه كم شبين يا ربي كم مش الجامد عارفني بلحقه كم مش النت عارفني بالحجم كم يا ربي مش بين زايغ مني والله يا عطا الخروف اشتريته انا ذاتي ما عندي قروش اشتري لها فراخ يا اخي فرختين ما عندي اجيب لها من وين يا اخي اي الله وانا مالي ما قلنا هاي تقول لك ستايل اي حاجه تقول لك ستايل انا بفتكر ستايل تقرا في التلفزيون تقول لك ستايل اي بس كلمه ستايل دي تقوم مبرمج عليها يا كرهتني يا اخي الظاهر عليها ساكه الموضه وكذا قدرت يا اخي؟ قدرت يا اخي؟ لكن ما مرتك دي بتاعت فضائيات يا اخي فضائيات يا اخي والله دي مجنونه يا اخي صار عليها جند بتاعت غنوات كذا والله شوف ترى تتكلم اي حاجه تقول لك افتكر وانني نعم. والستايل ده واللبس بس شبخاني انا الستايل ده قلت يعني لو قلت لي الجمله ثاني كان بترجحني لكن الستايل دي شو تبخلاني قالت شنو؟ محاسن صاحبتها قالت لي ناس محاسن جابوا لهم خروف وضبحوه وقطعوه وحمروه وجهزوه وجابوا لهم جاهز الخروف جابوا لهم جاهز؟ طيب ما كان يجوا معاهم كزدم كده معاهم شحوجه في الباب كده عشان يقولوا للضحيه كده ما هذه المشكله هنا قالت الدم يعمل لها زفاره قالت طيب بين ضرب لي من تلفون عشان بطاريته نازله شوفوا الناس عطا شفت انا احسن حاجه اقوم امشي امشي ناس امي لا لا ناس امي بتجيني ولا اقول لك امشي الجامع اقضي لا برضه الجامع طيب بتجي في الجامع انا عارف بتجي ولا النادي النادي طيب بتجي يعني في النادي خلاص خليك معي هنا ما حد عارفك اي مكان انا مشي له وتبي ياخذ عندنا الادار عندنا الادار شفت الادار كده عديل كده الادار كده اقول لك حاجه اي اكيد دي يا اخي بس قول قلت لك اكيد دي انا عارفها حد عارفك كيف انا قلت لك عندها شفت كلمه الادار دي شفت طوالتك اكيد دي حد عارفك كيف انك انت معاي تعرف يا اخي بتعرف تفضل جايينك تفضل يا اخي ما حد عارفك يا اخي ده بكون زول جاينا انا يا اخي قول بسم الله يا اخي ان شاء الله دقيقه جايينك يا
بطل جايين. عطش زيك. اهلا دي انتي؟ كاني ما بلدك؟ داري شنو؟ جبت الفراخ؟ انا كلمتك وفهمتك، قلت لك اشتريت الفخروف حق فرخه ما عندي. عجبك عجبك، ما عجبك اداري سوي. لا لا اخوانا بالراحه بالهداوه. لا 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 تتحلى تتحلى ان شاء الله تتحلى. ما وصلت كده يا اخي. مدام انا حقيقه عندي خبره كده شويه يعني في المزارع والدواجن والحاجات دي، فما عندنا فراخ جاهزه كده، لكن يعني انا ممكن اجيب لكم سواسيو 60 70 30 جوز، اي كميه سواسيو كده تنفع؟ ليه؟ انا عايز اعمل قورمه. قورمه؟ ها؟ جديده والله جديده.